أهلا من جديد. عبرت الجماهير الرياضية في نينوى عن غضبها بعد خروج المنتخب العراقي من تصفية كأس آسيا، محملين حكم الإيراني مسؤولية ذلك ومطالبين في الوقت ذاته الاتحاد الآسيوي باتخاذ الإجراءات القانونية لإنصاف المنتخب والإعادة حقه بحسب وصفهم. صفر الباحة الشوط الأول، الشوط الثاني قدر شوي غير بالتشكيل، غير أسلوب اللعب، قدرنا نجيب هدفين. من جبنا هدفين ما قدروا يحافظون. أيمن حسين انطرد، صحيح انطرد، هو طرد يأثر على الفريق، ها بس أيمن حسين لو حتى ما مطرود، ما أيمن حسين يجي يلعب لك مدافع يبعد لك كرة، أيمن حسين مهاجم شغله، كثر ده يرجع يقفلك على القوس المربع بالدائرة، يقفل أيمن حسين ما يجي يفوت على المربع، هو مهاجم، وين أكو مهاجم كرة القدم يرجع دفاع؟ ماكو. فمجرد الطرد انه اثر على الفريق ولاعبين تعبوا، وافضل منتخب حاليا عندنا احنا من بعد جيل 2007. غلب علينا دائما طابع الحماس الزايد، يعني لاعبينا كانوا مدفوعين جدا، دائما شاهدنا اخطاء دفاعيه بحته، يعني المباراه انا اعتبرها اخطاء دفاعيه يتحملها المدافعين يعني كاملة، يعني ما نستثني أحد، يعني حكم مباراة دائما شفته من شهر البطاقة الحمراء بتعصب بتشنج، يعني إيش عندي يعني حكم مباراة يعني هدي الطرفين، يعني نفس اللقطة ونفس الحالة أيمن احتفل بيها احتفلوا بيها المنتخب الأردني، يعني شاهدناها وماكو أي إنذار. الحكم هو المسؤول الأول عن خسارة العراق، 80% حكم الحكم الإيراني، يعني خبط معنويات الفريق، سحق الفريق معنويا. لو كانت الخساره مستحقه عادي، احنا ابد ما ننقهر ولا يشيلها، عادي، هذا لعب، هاي لعبه كره قدم، فوز وخساره، ما قدموا يخسرون، يقدمون يفوزون، هذا عادي ما ننقهر، بس والله 80% الحكم. يتحمل المسؤوليه الاتحاد الاسيوي اللي خلى هذا الحكم الايراني، هو ضد الشعب، ضد الشعب العراقي. العراق البارحه لو ما طار دائما فايز، يعني 3-4 فايز، بس دمر العراق دمار. المدرب زين، الاتحاد زين، الاتحاد العراقي، وخلي يبقون على هذا المدرب، بس الله ياخذ حوبة العراق من هذا الحكم.